الكونغرس يخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الأمريكية بالرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. البيت الأبيض ألقى باللوم على الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في عرقلة إقرار ميزانية لتفادي وقف أنشطة الحكومة، وقال إنه لن يتفاوض على الهجرة وهو مطلب رئيسي للديمقراطيين. وأغلقت الإدارات الفيدرالية الأمريكية بعد عجز مجلس الشيوخ عن تمرير مشروع قانون الإنفاق الذي يستمر لمدة 30 يوما. الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل. ولم يتسبب إغلاق الحكومة في السابق بضرر دائم على نحو يذكر للاقتصاد الأمريكي، ولكنها أجبرت مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين غير الأساسيين على القيام بإجازة مؤقتة غير مدفوعة الأجر. وفي سياق متصل، سيؤدي توقف أنشطة الإدارة الأمريكية لتجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع، وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية، حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي. ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى نوع من الاتفاق.